حكيم طمنا. رؤيا جميعا رؤيا جميعا. دكتور بيان يس تفضلي معي. انا بدي فوت لعنده. الكل راح يفوت بس خلينا نتابع مع الدكتور بيان بخصوص انه هي الدكتور تبعه الشخصي. هلا بس يطلعوا نتائج بطمنكم. بالاذن. طولي بالك ست سوزان. إمار الغانم طمنا عن آخر الأخبار حول وضع الوزير السابق غانم الغانم. البيك بخير تعب شوي بسبب متابعة شؤون الانتخابات وأوضاع الناس. لحظة ما عم بسمع تفضلي. شو صحة الأخبار اللي عم بتقول إنه انهياره بسبب مرض عنده هي من فترة؟ إن شاء الله قريبا بتشوفوه بيناتكم تسألوا بنفسكم. بس الأخبار بتقول غير هيك. أي أخبار؟ أي أخبار؟ لحظة شوي. أخبار لا تقاطعني لو سمحت حجاوبكم جميعا عن أي أخبار عم تحكوا. انتوا تدعوا الصحافه الحره ومصداقيه الخبر صحيح انا حكون صادق معكم. انتوا لايمتى بدكم تضلوا تخوفوا الناس باخباركم؟ لايمتى بدكم تضلوا تكذبوا على الناس بقصص صارت وما صارت صحيحه وغير صحيحه؟ هذا يا جماعه عيب عيب. اسمحوا لي. مثل ما شفتوا مشاهدينا كنا معكم مباشرة على الهواء. وصول غمار الغانم على وجه السرعة وهذا الشيء بدل أو بينفي كل التصريحات اللي أعلنها حزبه أنه هو موجود برات البلد ومشان هيك ما قدر يترشح ومشان هيك ما قدر يكون موجود بحفلة ترشح الدكتور بيان نجم الدين الغانم. ومثل ما شفتوا كمان أنه اتهم الصحافة بالكذب. على كل حال أنا رح أبقى معكم وقلكم عن كل جديد عم بيصير. كانت معكم كارين سلامة مباشرة عبر القناة الثالثة. طمنيني. عملنا له فحوصات بس بعد ما طلعوا النتائج يلي بنقدر نعمله هلا انه نعطيه سبورتيف كير بروبر ميديكيشن تنخفف عنه الوجع دواء مورفين دواء للنزيف اكسجين واكيد مولتي فيتامينز عم نعمل كل اللي بنقدر عليه لنخفف عنه. بدي فوت لعنده هلا ما فيك لانه نايم تحت المراقبه بس رح اطلع اكيد رح اخليك تشوفي ماري سكرتي شو بيكون احسن. شو رأيك مدام سوزان نطلع نشعل سيجارة برا؟ قلت لك بيكون أحسن. ها حتى بهيك لحظة هي اللي معه. هلا هي معه بصفتها دكتورة مو بصفتها شيء ثاني اللي معه. ايه. تعرف جاد من يوم ما بعتني الغانم على الشام وبعدني عنه أنا بحس الأيام والشهور والسنين عم تمرق بطيئة. بس من وقت ما رجعت لهون كل شيء عم يقطع بسرعة.
معقول يرجع له المرض؟ خلينا نتفائل غمار. الدكتورة قالت إنه شوية سعلي قطعت عنه النفس مشان هيك وقع وغمي. لا ما شو هاد؟ مطر ولا دمعة هاي؟ ليش عم ببكي يعني؟ ما عم بفهم. ليش عم ببكي بعد كل شيء عملوا فيني، بعد كل شيء صار معنا؟ ليه معقول لسه أنا بحبه مثلا بعد كل شيء صار؟ ليش أصلا عم بسألك إذا أنا ما بعرف الجواب؟ شاد لازم تبقى مع بيان أكثر من الأول. ليش غيمة؟ وأنت قلت لي إنه فترة مؤقتة وبس؟ كانت فترة مؤقتة، لازم تبقى معها على طول، مو بس مشان تحميها، جاد مشان تحمي ابني اللي ببطنها، في شقفة مني جواتها بدك تحميها مثل ما كنت تحميني. سوزان طمنيني. طمنينا دكتورة. رح طمنكن، عنده ضعف بإيده وبإجره اليمين، وجع راس كتير قوي وعم بضيع. هلأ هو نايم أكيد على الأدوية وعلى المورفين تحت المراقبة، منو حاسس بشي. إحنا عم نعمل كل شي بنقدر عليه نخفف عنه الوجع ونريحه، بس أنا برأيي ما في لزوم تضلكن هون. إذا في أي شي أنا دغري بخبركن. إيه ما في لزوم، لأني حاسة إني عم ضيع وقتي هون قاعدة على الفاضي. بدي فوت لعنده. ست سوزان الحكمة ما حدا بقى يقول لي حكمة، بدي فوت لعنده غصب عن الكل. سوزان هي مش قصة غصب عن الكل، بس نحن عم نعمل هيدا الشيء لمصلحته لأنه بالعناية. على كل حال بدك تشوفيه، خلص تكرم عينك، هلا بحكي معهم بخلوك تشوفيه. بيان بيان دخيلك طمنيني، الغانم بوجهه انت ما عم بتخبريني؟ ما رح كذب عليك، وضعه صعب ودقيق، بس نحن كلنا حده، وانا شخصيا رح ضلني نايمه هون كل الليل وسقي فيه. ان شاء الله رح يكون منيح. بدي فوت لعنده. سلامتك يا حبيبي. تعبان بعرف، ما بتلبق لك هالنوم يا غانم، ما بتلبق لك ابدا، بس انا اكيد انك رح تقدر تقوم من محنتك هالمره مثل ما قمت اول مره. فكر انه قد ما صار بيناتنا انا ما في استغني عنك.
هالإيد هالإيد سندي سندي كل عمري. أنا يلي خنت العالم كله لحتى أكون معك وعيش حدك، كنت أطلع بالسما وأطلب من ربي إني أكون معك ما أتركك ولا يوم من حياتي. يا حبيب عمري أنت عم تسمعني يا غاني؟ عم تسمعني يا قلبي؟ واضح انه صار متاستاتيك لون كانسر. So the only option we have is palliative care to treat symptoms and pain. منبلش مورفين يعني؟ ايه gradually. ما بدي يحس بالوجع. روقي يا ست سوزان دخيل اجريتي. روقي. يا ست سوزان. ما حدا قال لي روقي. خلعوا البيبي. لا لا. بس انت خلعيني الواحد قد الحايط ما حدا ما قادرين تخلعوا بيبي. خلعوا. يا ست سوزان. يا ست سوزان دخيلك شو عم تعملي؟ دخيلك يا ست سوزان شو صار؟ شو روح صار؟ جيبوا لي كل تيابك كلهم ما تتركوا شي جوا. شو صار لحتى فقتي هلا على هالشي؟ شو صار؟ يا فقت ليش هو هيدا الشي؟ نام لحتى هلا يفيق؟ روح خدو يا ست خدو سوزان. كل هيدول خدو ما تعملي هيك والغاني ليش شيلي هيدول وروحي من وجهي حسب ما احرقك انت وياهم. ما تعملي هيك والغاني بدي اخلص منها. بدي اخلص منها هلا. كتلي قتلتني نزعت لي حياتي نزعت لي حياتي. شيلوا لي هالصور من هون شيلوا لي هالصور من هون. ما بدي شيء هولتي ما بدي اشوف منها ولا اثر. خذوا لموا كل شيء وكل صورها لحولي مره لإلكم. بدي احكي معك شوي. رجع للمرأة؟ مزبوط. بس هالمرة صار متاستاتيك لونج كانسر. يعني انتشر بكل جسمه. وصل للكبد وللراس. هو هلا كوما. يعني ما رح ينفذ منه هالمرة. يلي بنقدر نعمله هلا انه عم نعطيه سبورتيف كير. عم نعمل كل اللي بنقدر عليه ليكون مرتاح ومش موجوع. بس ممكن بأي لحظة تتدهور صحته. كانت مسؤوليتك. كان لازم تخليه يعمل الفحوصات. مو حضرتك طبيبته الشخصية مرشحة حزبه حاملة ببطنك الغانم الصغير؟ هلا مش وقت هالحكي غمار. مش وقت المنافسة بينه وبينك. خد هدنة بليز. فكر بصحة بيك. أنا لو بقدر كنت جبرته. انت بتعرفه لما يعند ما حدا بيقدر يغير له رايه. وهو ما كان مستعد يرجع يفوت بالكيموثيرابي ويتعذب وينوجع وانا بفهمه. بس هلا انا عم بحكيك كحكيمه مش كمرتك. اذا بدك تشوفه استفيد من الوقت الباقي فوت شوفه.
بالنهاية أنت ابن الوحيد، ولو شو ما صار ما حدا بيغير مطرحك واسمك. غمار، ليش ما عم ترد على موبايلك؟ سهيلة على الخط، هل في شي ضروري بدها تقول لك اياه؟ ايه سهيلة. يلا هاتيه لهون. لا ست سوزان، لا لا مش هاي. ولعوا النار هلا. قال حدي طول بالك. تفضلي معنا. حطي على الطاولة. حاضر. تشدي مني شي ثاني؟ ما انفضى. بالإذن.
ما تطلعي فيه هيك. فكرك هالنظرة يلي طول عمرها بعيونك أنا ما كنت شوفها؟ أنت كنت عايشة معنا وبتعرفي إنه أنا ما خصني، ما خصني بموتها. مش ذنبي إذا حبيته وهو مجوز صاحبتي. فكرك أنا ما جربت؟ جربت، جربت أبعد عنه بس ما قدرت. بس كان فيكي ست سوزان ما تواخذيني، يعني كان فيكي ما تزرعي الشك بقلبه وتعملي تمثيليتك وتخليه يفكر انه عم تخونه وهي بريئة بحياتها ما غدرت بحدا. انا ما خصني، عم بقلك انا ما خصني، انا غيرت من كل شيء كان بحياتها من حب الغانم إلها، من القصر يلي كانت عايشة فيه، من الولد يلي كان عم بيركض قدام عيونها. كل شي تمنيته كان إلها. أنا كنت عم بتفرج وعم بنحرق بناري، اشتهيت حياتها لإلي. كل شي تمنيتي ست سوزان حققتي، شو كان بعد بدك أكتر؟ ايه حققته، بس بالعكس صار هالقصر حبسي وحب الغانم بقي إلها. أنا مرته بالاسم، لعنتها لودت لحقتني كل عمري، روحها بقيت بهالبيت بالغراض يلي حرقتن هلأ برا، مشان هيك حرقتن. لعنتها قتلتلي ابني رغيت، مشان هيك ما تطلعي فيي. إذا أنا بستاهل القصاص، إيه أنا تقصصت، تقصصت. بكرهها لودات، بكرهها. لا 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 ريمار، لا 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 ريمار، لا لا ريمار. بعد ما قتلتيها يا سوزان عم تحرقي. يا دلي دخليك يا ست سوزان. لا ريمار هدي حالك خلص. بعد ما قتلتيها يا كلبه عم تحرقي كل عطر إلها بهالبيت، عم تحرقي كل عطر إلها بهالبيت. عمار هدي حالك. لا ريمار الشمال مش خلص، خلاص خلاص ريمار. لا خمار لا لا شبك مسرعك خيلك يا ست سوزان. الله يستر. خمار خمار اعطيني المسدس. خمار جانا ولا خمار جانا ولا اعطيني المسدس للجن. لا لا يا رب لا لا يا رب خمار يا ربي دخلك. خمار اعطيني المسدس، اعطيني المسدس. جانا ورا جانا ورا خمار جانا ورا خمار للجن. جانا ورا خمار جانا ورا جانا ورا خمار اعطيني المسدس. عم يهدد وهيدو فوق على البيت. شباب ما عدا يتدخل، ما عدا يتدخل. خمار 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 دخلني يا ربي، دخلني يا ربي، دخلني يا ربي، دخلني.
رجعت قتلت لولد لوداد قتلت قتلت عن جد هالمرة يا غمار يا غمار خلاص شو صار لك يا غمار لك ارجع تعالي ورا تعالي ورا يا غمار يا دلي يا ورا عم بسوري تشربني يا ورا انا بهدي يا ورا يا سلام السلسلة لا تقربوا يا ورا رؤيا كرو رؤيا غمار رجع لورا رجع لورا رجع لورا تعال يا جمال تخبيتي يا رخيصة تخبيتي ما قتلتيني شباب انا بهديه وبطلعه قتلتيني وعطيني تختة كمان ماشي ما بيكون اسمي غمار الغانم اذا ما بيشرح من دمك غمار خلينا نمشي يا عقيرة غمار خلينا نمشي خلينا نمشي استعب يا جمال يا رخيصة ها؟ عم تتخبي حتى اغراضه ما فيك تصيهم بالبيت حتى حرقتيهم يا دلي انا اسف حرقتيهم سيدي النهدة وقعتني ببيتها بو سيدة خلينا نمشي يا حقيرة غمار والله والله نهيت لك غمار برحمة امك تمشي عملك برحمة امك امشي غمار بعدين متحاسب الكل امشي جواب ميزة امشي لحظة امشي معي اسمعي ولي ماشي ما هخليكي تفرحي شوف يا مرسيدة ما هخليك راح خليكي تفرحي كل لحظة وانتي خايفة مني يا حقيرة خلاص غمار كل لحظة وانتي خايفة مني خلاص غمار ابو سيدة اتلوها بدم بارد بعدين بتحاسب لك رجعت حتى احميكي احميكي انت ضعيف كتير وقتلوكي اسمع طلع بايدي حتى احمي الذكرى اللي
بكر لرجعتي على هالبيت. كانت مشان احمي اللي بقي من اثر امي. بس حتى اللي بقي من اثر امي حرمني منه. تفضلي دكتورة. مرسي. هالمرة كانت سريعة كتير، ما بقدر اشوف ان هي ما هيك ضعيف وموجوعة. بعد ما كان يوقف قدام كل الناس كله قوة، الأرض تهز تحت رجليه. يا ريت كل اللي بيظلموا وبيحكموا وبيتحكموا بمصير الناس يتذكروا إنه في هيك لحظة. يمكن إذا بيفكروا فيها شوي بيخلص الظلم من كل الدنيا. طول عمري بحبه مثل ما كنت حب بيه. أنا بعتبره مثل بيه لإلي. نفس المرة سرقوا مني. برجع عيش كل شيء من أول وجديد. القلق والخوف والوجع وهيدي اللحظة البشعة يلي حالي هلا كان لازم أجبر يعمل الفحوصات. أنا بلوم حالي، ما كان لازم أقبل معه. أنت عملت اللي عليك يا دكتورة، ما تحملي حالك الذنب. يمكن هو بلش يتعب وقرر إنه يمشي حتى لو كان مريضك. من حقه انه يقرر اذا بده يبقى او لا. من حقه يقرر اذا بده يتعالج ويتصارع مع مرضه او لا. مرسي، مع انه هاي اول مره بسمعك عم تحكي هيك. واجبي اني احميكي ودير بالي عليكي مش احكيكي. ومين قال لك انه الحكي ما بيحمي كمان؟ مين قال لك انه الروح ما بدها حمايه مثل الجسم؟ سلامة روحك مدام. خليني وصلك على البيت تغيري ثيابك وترتاحي، من امبارح ما نمتي. لحظة، فيك شيء دكتورة؟ ما تخاف بس دكتورة؟ ما تخاف علي بليز، هو عيوني بس. دكتورة؟ دكتورة بيان؟ دكتورة بيان؟ بيان؟ حدا يساعدني يا شباب؟ تسمعني يا كبير؟ فكر كتير لسه تحمل حالك وتمشي، لسه في حساب بيناتنا ما خلص. في حساب كبير بيناتنا لسه ما خلص يا بيي. والله كيف قدرت تدفن كل سنينك معها؟ كيف قدرت تبعدني عنك وأنا طفل صغير؟ كنت كثير صغير. لك أنا ما راح أضعف. أنا ما راح أضعف وكمان ما راح أخلي روحك تروح بسلام. بعد كل شيء عملته، بعد ما خنت أمي،
ما بيقولوا لك الجريمة عقاب؟ ها؟ لا ده. ولا لا؟ اوعى تفكر اني انا اخلي روحك تروح بسلام وكأنك ما عملت شيء وكأنك ما خنتها. تسمعني؟ قتلت أمي غانم. أنا بعرف أنك قتلت أمي وشفتك بعيوني. كنت صغير بس كنت خايف ما قدرت أعمل أي شيء. ما كان بإيدي أعمل شيء، كنت خايف متخبي. بس أنا كبرت. اسمعني، ما اخليك تروح بلا عقاب. وفي شيء لازم تسمعه، شيء لازم تسمعه، وفي سر لازم لك عليه، في سر لازم تعرفه كثير منيح. السياره اللي قلبت بي ابنك، ايه